معايا حكايه جاي اخر عمليه هنعملها مع بعض. عمليه ايه دي؟ عمولتك فيها 2 مليون دولار. دي قصه وموضوع. يلا انتوا عارفين طبعا اللي بيتكلم بيحصل له ايه. احنا هنعمله عيله كده وكده وهنركبوهم معانا الاوتوبيس، واكيد يعني الكمائن مش هتفتش عيله. حافظه اسمك؟ دكتوره ولاء. وانت هتبقى حماتي. ابقى ام دي تخلفني. البارون هيعمل جوزك. هو ما جاش ليه؟ شكله طالع بوق. سلامي سبع كلامي. يا الله كمينه ماتس يا رب. اقعد يا ابني. كنا رايحين لفين عمي؟ خالي. عمي. خالي. عمي. خالي. الله يرحمهم. وبعدين؟ العربية تعطلت بينا. خلاص بقى يا عمي، خلاص إن شاء الله هيخش النهار. بحس إنك لسه بعيد. أنا ولا بعيد ولا حاجة، بس أنا قلت المحشي وكرنب عشان كده الكولون منفوخ. لسانك جوه بقك. أيوة بمسكش. اللي لابسها بقية ميسي ده؟ إيش ليش؟ ولا مصران الأعور ده خطر قوي كده؟ معرفش. هتلاقيه بعين واحدة. ايه دكتور البهايم نسى جوه. وافرض موبايلك فصل شحن، هتعمل ايه؟ مش في شحن في الاتوبيس. ما تحط الشحن فين؟ سيب يا عم ابراهيم ده خالي. طب خد اخزي الشيطان والبس الميو. خد بوسه وانسى الحوسه اللي انت وقعت فيها. خد بالك انا جايه لك اتدلع عليك. طول ما احنا مع بعض هنحلها. ما هي دي المشكلة. من النهاردة احنا مش عايزين نشوف وشك تاني. هنلعبوا السنيورة. انت هتعمل لي فيها زور يالا. صحيح اللي يمشي ورا العيال. ده أصيع حاجة عملها خروجة النادي يوم الخميس. يا هلا بالخميس. قلت لك يا ماكس هتلف تلف وتيجي على حجري وانا على وضعي.